سائل يقول: إيه الفرق بين السماحة في البيع وما يكرهه الله من إضاعة المال والإسراف أو السفاهة؟ وإن كانت السماحة تكون في الكثير والقليل، فأين الحد الذي يكرهه الله؟ أنا إنت سامحت مع كل من يطلب فيها، ففي هذا الزمن الغني قبل الفقير يدعي الحاجة، فلن يبقى من تجارتي شيء. الجواب عن هذا نقول للسائل الكريم: حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال الله: أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي، أنا أحق بهذا منك تجاوز عن عبدي. الإمام النووي رحمه الله يقول: التجاوز معناهما المسامحة فالاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال في بعض روايات الحديث: وأتجوز في السكة. في هذا الحديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل. فالسماحة يا سائل الكريم تكون باليسير الذي لا يضر بك، ومعيار ذلك معيار عرفي، ما بقاش أقول لك 10% 20 30، لأن كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. ثم أعلم أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله.